اللي مقلقني أول حاجة قلة الوعي تاع التوانسة، ما فماش محبة الوطن، ما فماش حضارة العطاء، ما فماش القيم والمبادئ الأخلاقية. شلون يسلمك؟ أنت مواطنة تونسية، احكي لي شنو اللي باش نحكي؟ شنو اللي مقلقك؟ قلقني؟ اللي مقلقني أول حاجة قلة الوعي تاع التوانسة، وما فماش محبة الوطن، ما فماش حضارة العطاء، ما فماش القيم والمبادئ الأخلاقية، ما فماش التصرف الرصين، ما فماش نخدم كلمة كبيرة، وعي ربما ما يفهموهاش، ولكن هذا هو شنو اللي ومش مقلق. تونسي ماهوش متوعي، انا مألمني. تونسي ماهوش متوعي، ماهوش متأثر مليح. كان شا متأثر وكان شا واعي مثل ما انت قلت لي، والسؤال متاعك راهو مشمر على ذرعان ويخدم، مش هالقاوي اخزر لهم قاعدين. ما نقولش كلمة كبيرة، حاطين باش يقول فمي فوق الكراسي والشيشة والسواقر وقاعدين، ما يهمهمش. يا لالني، ما هميش فيقين بالوضع بالكل، بحيث في غيبوبة، في حالة انعاش، وحتى انعاش ليه؟ ما حتى انعاش ما فماش. ولذا الحل مدى؟ الحل شمر من رأي يلزمهم شترمب، ويلزمهم ضرب على مخهم باش يفيقوا، ويلزمهم يعرفوا اللي هما موجودين من الفضل الناس اللي خدموا واللي كدوا واللي تعبوا واللي باش وصلوا وبناوا هذا الوطن وهذه البلاد هذه، رغم اللي بنات من تحت ساقيهم، فما ناس اللي خبثوها وما كانوش صادقين وما كانوش كان حب مش تفاني، حب الوطن اللي يخليهم يتحداوا ويطلعوا من الناحيه هذه. هذا هو الحلول، ما همش سهلة، ما همش سطحية، الحلول عميقة ويطلب لها كد وجد، وما عندهمش حضارة العطاء. يعني انت مشكلتك مادام لازمنا نوصل تو حضارة العطاء ان شاء الله؟ لا، ما هيش حضارة العطاء، حضارة الوعي، ويجوز ولا يجوز، والضرب ان شاء الله. مادام ما فهمش مسألة الخرافة متاع الحقوق، حقوق الإنسان الواجب قبل الحقوق. شنو يعني التونسي موش ماخو حقوق وموش قايم بالواجب متاعه؟ ما حشتيش بكلمة حقوق، الحقوق هما البشر. حشتك بالواجب والواجب، هنا عندي نوم الحقوق. أما حقوق، أعطيني واجبك أنت، إيش مديت للبلاد؟ اللي تمدوا تلقاه، اللي تزرعوا قبل تلقاه. صحيح. أما كيف أنت خربت وتخرب وتخرب واستنست بيكري من طعلة، وما نخدمش إذا كان ما يعطي منيش، وما نخدمش إذا كان وما نخدم نهار ما فيها. لا، مش هذا، مش شاقي ولا محتاج. نورمالمون نكون هكاك فعلا، مش نورمالمون فعلا، ما تكون هكا كما تعرف شنو الدمار. ها هو احنا عايشين الدمار، ولكن ما تبركش، ما تقعدش تخزر ولا تبكي. لا، شمر على ذرعانك وقت اخدم اخدم واخدم واخدم، ما كانش برا موت.